كشف البنك المركزي العراقي عن أن إجمالي احتياطيه من العملة الأجنبية يبلغ قرابة 56 مليار دولار، مؤكدا حفاظه على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استقبال أدواته النقدية المختلفة. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن الاحتياطات الأجنبية لا تزال ضمن حدود الكفاية، مبينا أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية انخفض بنسبة 20% تقريبا خلال عام 2020.